برنامجكم اليومي صوتكم، هذا البرنامج الذي نبث فيه قضايا تهم الشارع ونستمع فيه لآرائكم. اليوم يجب على الشعب العراقي ينتفض انتفاضة كاملة، يرفض كل هالسياسي. عمي ما عندكم سيادة ولا عندكم ملاء، انتوا ناس الأولى جابتكم الاحتلال. طبعا هناك سخرية وغضب شعبي عراقي واسع على هذا القرار، قرار تسييج الجسور كحل لحد مظاهرة الانتحار. يا أخي العزيز، ماكو وجدان، ماكو ضمير، مو دولة. احنا فقراء على قد حالنا، ونرضى بالفقر ونرضى بالخبز والشاي، بس هم تعلموا على الورق وعلى الدكاتره وعلى المليارات.